وهسأل الكابتن أسامة عن برضو مباراة سيمبا. يعني دلوقتي الكابتن أحمد بجادر المتحدث الرسمي باتحاد باسمه اتحاد كرة القدم بيقول إن يعني قرار اتخذه بتأجيل أو اتخذ الاتحاد قرار بتأجيل مباراة النادي الأهلي مع بيراميدز يوم 28 قبل قرارات النادي الأهلي. طب أنت عايزنا نصدقك ولا لأ؟ ما هو يعني يا نصدقك يا ما نصدقكش. لو أنت بتتكلم صح الكابتن احمد مجاهد، وطبعا لو عايز يعمل معانا مداخله احنا تحت امره، احنا البرنامج مفتوح لاي حد يا محمود يا سعيد. لو سمحت لو عايز يعمل معانا مداخله احنا تحت امره، ما فيش اي مشكله. بس انا عايز اساله يعني هل احنا نصدق ولا ما نصدقش؟ يعني انا الحقيقه مش عارف، لان انا الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ ما حدش قال لنا. طلع بعد المباراه او بعد اجتماع مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم يوم الاربع وقال ان الاجتماع ده تنسيقي، واتضح بالجوابات اللي انا وريتها لحضراتكم ان هو اجتماع رسمي 100%. وبالتالي نصدق ولا ما نصدقش؟ مش عارف يعني. طب لو هو الاجتماع صادر من يوم الاربعاء، او لو القرار صادر من يوم الاربعاء اللي فات، ليه قلتوا النهارده بعد قرارات النادي الاهلي؟ احنا نفسنا نصدقك بجد، نفسنا نصدقك ونفسنا نشوف الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط 100%. انا هفضل ماشي مع هذا الاتجاه، ولكن الاتجاه الاقرب بالنسبه لي واللي انا ميل ليه وكل الناس تميل ليه، ان حضرتك قلت ان ده اجتماع ودي تنسيقي، مش انا اللي قلت بالمناسبه، حضرتك اللي قلت. ولكن الجوابات اللي قدامنا والمراسلات والخطابات اللي ما بين النادي الاهلي ونادي واتحاد كره القدم بتدل ان الجواب اللي ان القرارات او الاجتماع اللي كان يوم الاربعاء اللي فات كان اجتماعا رسميا 100%. فانا مش عارف الحقيقه اصدقك دلوقتي ولا ما اصدقكش، مش عارف. اسامه احنا عندنا مباراه مهمه جدا امام سيمبا التنزاني.